تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6576 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1485 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 8889 أرجيلة، إضافة إلى غلق 5205 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 64439 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 7467 قضية تموينية متنوعة، من بينها 192 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2,344,193 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 7251 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3,047 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 243,152 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 40,147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم رفع 334 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 944 قضية ومخالفة، أبرزها حياتة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 76,556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 68,774,599 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 416 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبط خلالها 294 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها العديد من الأجهزة الإلكترونية. كما تم ضبط 122 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 498,500 كتب دراسية خارجية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 26 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 160,105,012 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,677 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,039,311 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,838,269 جنيها.